هذا البرنامج برعاية إيفر كافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الموضوع مفترض اني اتكلم عنه قبل يعني في بداية شهر رمضان المبارك، بس سبحان الله ما صارت عندنا الكثير من او ما صارت عندنا فرصة ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع، الا هو افطار صائم. من اسمه افطار صائم. ايش اللي ذكرني اني اتكلم عن هذا الموضوع؟ اللي ذكرني حادثة حدثت في دولة الكويت. في دولة الكويت طبعا كل الدول الخليجية والدول العربية والإسلامية في رمضان المبارك يقومون بحملات أو يعني فعاليات إفطار صائم. في دولة الكويت من كم يوم واحدة من المطاعم سووا إفطار صائم، بس كل ما يدخل عندهم أحد طبعا في رجال أمن يعملوا يعني يسألوا أو يشوفوا هويات الحاضرين، أغلبهم من العمال الآسيويين المسلمين. فصارت ضجة كبيرة، وين حقوق الإنسان، وين وين وين، واللي يقول لا ليش لما أعطيتوهم، وليش سألوهم عن ديانتهم، وليش وليش. طبعا صاحب المطعم رد على الناس أنه يا جماعة هذه توصية وهذه أمانة من الشخص اللي دفع مبلغ الإفطار هذا، واشترط أنه يكون مسلم، وهذا حقه أول شيء. ثاني شيء يعني بالعقل افطار صائم، من يصوم غير المسلم في شهر رمضان؟ فأحيانا الجهل بالأحكام الشرعية يدخلنا في مآزق، وأحيانا الترويج الخاطئ وعدم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية والفقهية وأيضا القانونية يخلينا نرمي الناس بالباطل. بالمختصر المفيد، قبل لا تحط رأيك في موضوع أنت ما فاهمه، شوف الموضوع من كل الجوانب ومن كل الزوايا، وقبل لا تتهم من الناس أنهم بخلاء أو عنصريين أو أو أو، افهم القانون بعدين تكلم. طابت أوقاتكم.